أهلا بيكم، أنا نانسي منير من مركز التواصل المعزز والبديل. إحنا في المركز بنقدم كل الوسائل والطرق اللي بنقدر بيها لدعم الأفراد اللي عندهم أي مشكلات في التواصل اللفظي أو التواصل اللي بالطرق المعتادة. فكرة إن إحنا بنقدم تواصل معزز وبديل معناها إن الطرق المعززة هي الطرق اللي بتدعم زيادة الحصيلة أو بتمكن الفرد إن هو يتواصل بأشكال مختلفة تقدر تناسب المعنى أو الهدف اللي هو عايز يوصله للي قدامه. وفكرة إن الوسائل البديلة هي بتساعد الأفراد اللي هم ما عندهمش المقدرة من الأساس إن هم يتواصلوا بشكل لفظي. البرامج اللي بيقدمها المركز عندنا كلها برامج بترتكز على استخدام الصور لكن تحت مظلة أشكال أو تقنيات مختلفة. بنستخدم أجهزة مختلفة وبنستخدم صور ملونة في برامج أو في وسائل مختلفة عن بعضها. واحدة من الوسائل ديت إن إحنا بنستخدم حاجة اسمها لوحات التواصل، ولوحات التواصل هي فكرة زي ما واضح كده عبارة عن بتجمع مجموعة الكلمات أو مجموعة الصور اللي بتخدم هدف النوع بتاع الموضوع اللي عايزين نتكلم عنه أو الموضوع اللي عايزين نبقى تواصلنا عنه أو من خلاله. علشان كده احنا فكرنا ان احنا في اول لقاء لينا معاكم من خلال المركز اننا نكون بنتكلم عن لوحة تواصل فيها الحصيلة اللي بنحتاجها في الظروف بتاعت كوفيد 19 او فيروس الكورونا اللي الوقت دوت كلنا بنعاني من يعني الحجر الصحي وقلة الحركة وقلة التجمعات بسببه. عشان كده لو عندي طفل في البيت بذو اعاقه او اي شخص في البيت عنده مشكله في التواصل ومش قادر يتفهم طبيعه الموقف احنا ممكن نستخدم اللوحه دي واحنا بنتكلم معاه. لو بصينا على الحصيله بتاعتها هنلاقي انه اول صوره احنا حاطين صوره بتعبر عن فيروس الكورونا، وبعدين عندنا صوره بتعبر عن السلوكيات اللي بنتبعها زي انه ما ينفعش اننا نسلم على بعض، وصوره بتقول انه ضروري قوي نكون بنغسل ايدينا بالميه وكمان بالصابون. واحدة من اللوحات اللي هنتكلم عنها الفيديوهات اللي جاية لوحة فيها خطوات غسل الايدين بشكل صحيح ومظبوط بصور موضحة لده. كمان عندنا صورة بتقول ان احنا لازم نقعد في البيت وان احنا ما ينفعش نخرج بره في الوقت دوت، وعندنا صور بتوضح الادوات اللي بنستخدمها. واحنا بنستخدم اللوحات قبل ما اكمل في اللوحه محتاجين نعرف انه ممكن نكون بنتواصل عن طريق الصوره بالاشاره ليها بس، وممكن نكون بنتواصل بالصوره وباشارات بايدينا بتعبر عن اللي بنقوله، وممكن نكون بنتواصل بالصوره وباستخدام وسائل او مجسمات حقيقيه للحاجه اللي بنتكلم عنها. فانا ممكن ابدا ادي ارشادات وممكن كمان اوضح الخطوات بتاعه ازاي بستخدم الكمامه وكذلك الجوانتي وبشاور عليه وكذلك المطهر او الكحول. كمان عندنا الجل المعقم عاملين له صوره، وواحده تانية من السلوكيات ان يبقى بيني وبين الشخص اللي قدامي مسافه مناسبه علشان النفس وعشان الاحتكاك. كمان بنقدر نعلم حته سلوكيه انه مش بينفع نكح او نعطس بالطريقه دي، لكن انا بحتاج اني اخبي الانف والفم في دراعي علشان ما استخدمش ايدي. واخر حاجه المناديل اللي بناخدها. طبعا مش لازم لما استخدم لوحه زي دي استخدمها بالطريقه اللي انا قلتها، مش لازم دايما تكون معايا مجسمات ومش لازم دايما يكون بالاشاره، كل واحد فينا من حقه وبحريته وحسب ادراك وقدره الشخص الاخر اللي انا بحاول اتعامل معاه او اتواصل معاه على الاستيعاب ممكن اختار اي طريقه من الطرق دي، سواء اتكلمت باللوحه او شاورت او قلت الكلمات بس وانا ماسكه المجسم او دمجت ما بين الوسائل بتاعتي زي ما انا عملت وانا بعرض اللوحه.